نروح لسؤال الحلقة واللي طرحناه في بداية البرنامج مع كل السادة المشاهدين، توقعاتكم لتشكيل المنتخب في مباراة كاب فيردي اللي هتتلعب يوم الجمعة بإذن الله في الرأس الأخضر. تعالى أنا وأنت يا أيمن نشوف الناس كلها مريحة، الناس توقعات الفرقة كلها مريحة. أحمد حمدي بيقول عواد في حراسة المرمى، محمد حمدي، بيكهام، حسام عبد المجيد، عمر كمال، دونجا، ناصر ماهر، محمود صابر، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، طاهر محمد طاهر. انت كأنك راح تلعب بطولة المحليين. ماشي. احمد بيقول التشكيل المتوقع للمنتخب: شوبير، حسام عبد المجيد، ربيعه، محمد حمدي، احمد عيد، كوكا، شحاته، ناصر ماهر، زلاكا، طاهر محمد طاهر، اسامه فيصل. الله. ابراهيم بيقول الشناوي: حمدي، حسام عبد المجيد، محمد ربيعه، عمر كمال، ناصر ماهر، حمدي فتحي، محمد شحاته، ابراهيم عادل، مصطفى محمد، زلاكا، وبالتوفيق باذن الله. ناخد تعليقات. التوفيق يا رب. ابراهيم ده اخر تعليق معانا. التشكيل المتوقع بيقول الشناوي: بيكهام، ربيعه، محمد حمدي، احمد عيد، ثلاثي وسط الملعب: كوكا، حمدي فتحي، ناصر ماهر، امامهم ابراهيم عادل، طاهر، ومصطفى محمد. مش عارف عندي حسين التشكيل ده هو اقرب تشكيل ممكن. ممكن، بس هي للامانه فرصه يعني لبعض الوجوه ان هي تظهر في مباراه دوليه. واتمنى برضو لو يعني نشوف، ممكن في فرصه نشوف مصطفى شوبير مثلا في مباراه دوليه، تبقى حاجه كويسه لو في نيه لاراحه مثلا محمد الشناوي في اي من المباراتين. لكن هي فرصه للامانه، هي فرصه لبعض اللعيبه ان هي تظهر في مشاركات دوليه اولى وتاخد خبرات، فرصه تاريخيه. خصوصا ان يعني محمد صلاح مريح، اول ماتش مرموش تريزيجيه ما سافرش، مروان عطيه بالظبط. فهي حتى يعني قريت خبر امبارح للزميل يعني محمد مراد كان بيصرح بيه ان الكباتن ممكن يعني مصطفى فتحي ممكن يبقى عنده فرصه ان هو يبقى كابتن منتخب مصر مثلا. دي يعني حاجه بتبقى ماتشات لطيفه، ودي ميزه الفتره دي يا كابتن حسام. ما تصعبش والنبي الامور على نفسك، فرصه كده تكتب تاريخ لاعب مدرب في كاس العالم وتوصل في كاس الامم. ما تصعبش، الدنيا سهله، خليها سهله سالكه اهي. لا سالكه بزياده يعني، ما فيش زي كده يعني. فخير يعني ايمن، انا بشكرك، حلقه ممتعه، نورتنا وشرفتنا، ونتمنى يا رب يكون كل الساده المشاهدين استفادوا بالتاكيد من كل المعلومات اللي اتقالت. يا اشكرك يا محمد، شهاده كبيره، وبرنامجك من البرامج الجميله، وانت دايما زي ما بقول لك كده فعلا بنتعلم منك حاجات كتير. وزي ما يعني نتمنى نكون افدنا المشاهد ومشجع النادي الاهلي بحاجه النهارده.